بسم الله الرحمن الرحيم. في الله، الله عز وجل قد أنزل آية، هذه الآية اسمها آية الامتحان وآية الاختبار لمن يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ربنا يا ربنا